السابعة والنصف أهلا بكم إلى نشرة الأخبار أهلا وسهلا بكم وإليكم العناوين مجلس النواب يدعو طهران للتوقف عن استهداف أمن السعودية ودول الخليج النواب ينجزون نحو 68 مشروع قانون وقانون مؤقتا خلال العام الماضي إخلاء احترازي لسكان 12 شقة في بناية انهار جدارها الاستندي في صويلح الأزمة السعودية الإيرانية تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي البنك المركزي الأردني يدعو البنوك إلى التواصل مع أصحاب الحسابات غير المفعلة قبل تجميدها دعا مجلس النواب الاردني الحكومة الايرانية الى التوقف عن استهداف امن السعودية ودول الخليج. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس واقر بها عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب الذي ينظم دخول وخروج الاجانب من والى المملكة. تفاصيل اكثر في تقرير رعد بن طريف. مشروع القانون المعدل لقانون الاقامه وشؤون الاجانب ما زال قيد النقاش في مجلس النواب حيث واصل المجلس في جلسته الصباحيه التي عقدها اليوم مناقشه ما تبقى من مواده. الماده الخامسه من القانون اثارت جدلا واسعا بين النواب والتي تمنح وزير الداخليه صلاحيه السماح بدخول الاجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقه التي يقررها. هذه الماده تمنح صلاحيه مطلقه للوزير منفردا بادخال اي اجنبي من اي مكان يعتمده وبالطريقه التي يقررها، الادهى من ذلك اننا اذا رجعنا الى الماده ثلاث التي قبلها واقررناها في الجلسه الماضيه، نجد ان الوزير منح الصلاحيه بادخال الاجنبي دون ان يكون حاملا لجواز السفر. شو هي الطرق الاخرى يا اخوان؟ وشو فائده هذه الاضافه؟ ولماذا صلاحيه الوزير بدون تحديد؟ يا اخوان انا كنت بمرحله زمنيه مدير حدود. فأحد المسؤولين سوى خيمة اسمها خيمة حمدان، خيمة حمدان بعيدة عن الحدود، أوجدها للتهريب والحلال يمر والبضاعة تمر وكل شيء يمر من عنده ياخذ عليه المبلغ اللي بده إياه، يعني إحنا بدنا نشتغل خارج حدودنا، إحنا حدودنا واضحة برية وبحرية وجوية أنا بقول يا إخوان هذه المادة قد يكون فيها اعتبارات أمنية، قد يكون، أكم واحد راح يدخل، أكم واحد راح يدخل هذه المادة ضرورية ويجب الابقاء عليها وانا اقترح اقفال باب النقاش سعاده الرئيس. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اوضح الغايه من منح وزير الداخليه لهذه الصلاحيه مؤكدا ان الدوله تستقبل مندوبين لرؤساء دول واجهزه تقتضي مهمتهم السريه. يعني هل يخفى على احد ان الحكومه تستقبل مندوبين من رؤساء دول او من اجهزه ويكون من المطلوب والمرغوب والمتفق عليه أن تكون الاتصالات سرية يعني إذا أرسل عاهل إحدى الدول الشقيقة إلينا مندوبا للنظر في الأزمات اللي موجودة وأراد التكتم على هذا الاتصال أو مندوب من مصر أو مندوب من أمريكا لازم أقول له لا استنى بس بدي أودي جوازك على الرمثة أو أودي على مطار عمان مشان الضابط اللي هناك يسجلك ويرجع لي خلي طيب يعني شو هذا وزير الداخلية سلام حماد أشار إلى أن هناك حالات وصفها بالطارئة وأخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة إلى مجلس الوزراء إحنا تقريبا كل أسبوع تأتينا طائرات من اليمن بها أشخاص قدموا للعلاج وليس لديهم وثائق رسميا هل نعيدهم إلى اليمن أم نسمح لهم بالدخول ضمن ظروف معينة من سيكون له هذه الصلاحية هل نتركها لضابط الحدود هل نرجع إلى مجلس الوزراء وننتظر الطيارة تقعد يوم لما يقعد مجلس الوزراء يجتمع هذه ظروف طارئة أضف إلى ذلك أن هناك ظروف سياسية لا تخفى عليها ويخصص مشروع القانون رقما شخصيا للاجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامه ومدتها والفئات المغفاه من الحصول عليها والعقوبات المترتبه على مخالفه احكام هذا القانون الذي مر على صدوره اكثر من اربعين عاما وقبيل انعقاد الجلسة الصباحية لمجلس النواب تلا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بيانا باسم مجلس النواب دان فيه الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والبعثة الدبلوماسية فيها مؤكدا التزام مجلس النواب الأردني المطلق بموقف الأردن من دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر أو تهديد كما حذر مجلس النواب من خطورة التصعيد الإيراني وتبعاته من تأجيج للطائفية والمذهبية في الإقليم رعد بن طريف رؤية وكان مجلس النواب أنجز خلال العام الماضي نحو ثمانية وستين مشروع قانون وقانون مؤقت من خلال عقد دورتين عاديتين وأخرى استثنائية على مدى ثلاثة عشر شهرا ابتداء بنهاية العام 2014 الزميل يزن الرماوي وأبرز المحطات التي توقف عندها مجلس النواب في التقرير التالي التأم مجلس النواب السابع عشر خلال العام 2015 في دورتين عاديتين وأخرى استثنائية على مدى نحو 13 شهرًا بدأت في شهر تشرين الثاني من العام 2014، وتمكن المجلس خلال هذه الدورات الثلاث من إنجاز نحو 68 مشروع قانون وقانونًا مؤقتًا تنوعت في طبيعتها وفي طبيعة الحقول التي تطرقت لها. في الثالث من شهر تشرين الثاني عام 2014 التأم المجلس في دورته العادية الثانية التي انفضت في الثاني من شهر أيار عام 2015 برئاسة عاطف الطراونه حيث عقد المجلس خلال هذه الدورة التي امتدت على مدى ستة أشهر 61 جلسة رقابية وتشريعية بمعدل ثلاث جلسات أسبوعية تمكن خلالها من إنجاز 53 مشروع قانون وقانونا مؤقتا تسعة منها معادة من الأعيان وتمثل أبرز هذه القوانين في قانون إلغاء قانون التخاصية لسنة 2014 وقانون ضريبة الدخل لسنة 2014 وقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 وقانون مؤقت معدل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 وقانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014، بالإضافة إلى قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات المالية المستقلة للسنة المالية 2015، وقانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015، علاوة على قوانين متعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية وتعدينها. وفي المجال الرقابي وجه النواب خلال هذه الدورة 546 سؤالا أجابت الحكومة على 445 منها كما تم توجيه سبعة استجوابات أجيب على ثلاثة منها بالإضافة إلى توجيه ثمانين مذكرة إحداها تتعلق بحجب الثقة وفي الأول من شهر آب عام 2015 التأمت أعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس. مجلس الأمة السابعة عشر وفضت في الحادي والعشرين من شهر أيلول في العام نفسه وتمثلت أبرز إنجازات هذه الدورة في إقرار أحد عشر مشروع قانون وقانونا مؤقتا حيث تصدر قانونان إصلاحيان قائمة القوانين المنجزة وهما مشروع قانون البلديات لسنة 2015 الذي من شأنه المساهمة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز اللامركزية في إدارة شؤون الدولة في حين تمثل القانون الإصلاحي الثاني في مشروع قانون القانون اللامركزية لسنة 2015 الذي أقره مجلس الأمة بشقيه في جلسة مشتركة إلا أن جلالة الملك رده فيما بعد لمخالفته الدستور ثم عاد مجلس النواب وأقره في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2015 بعد أن أجرى تعديلات عليه حيث سيساهم مشروع القانون في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية المستدامة على صعيد اللواء والمحافظه والوطن. في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني لعام 2015 التأم مجلس الامه في دوره عاديه ثالثه وانتخب عاطف الطراونه رئيسا للمجلس وانجز النواب خلال هذه الدوره المنعقده حتى الان اربعه قوانين ابرزها القانون المعدل لقانون خدمه الضباط في القوات المسلحه الاردنيه لسنه 2015 بالاضافه الى القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015، فيما ينشغل المجلس بشكل عام واللجنة القانونية بشكل خاص في إجراء مشاورات وجولات للاستماع إلى آراء المجتمع الأردني بشأن مشروع قانون الانتخاب الجديد المحال للنواب، وهو القانون الإصلاحي الأبرز خلال المرحلة الحالية. وعلى المستوى الرقابي شهدت أروقة المجلس خلال الحالية اجتماعات ومداولات عقدتها الحكومة مع أعضاء المكتب الدائم في السادس من شهر كانون أول لعام 2015 على خلفية قيام الحكومة بتعديل أسعار ترخيص المركبات وسعر اسطوانة الغاز بواقع نصف دينار وهو الأمر الذي تمخض في النهاية عن تراجع الحكومة عن رفع سعر اسطوانة الغاز كما أعادت تعديل رسوم الترخيص <applause> وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه فقدت جلسة النواب الصباحية النصاب القانوني لها، الأمر الذي حال دون استكمال النواب مناقشة السياسة الاقتصادية للحكومة، التي كان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور أدلى بمرافعة بشأنها في الثاني والعشرين من ذات الشهر، رافضًا إطلاق وصف الجباية على سياسته الاقتصادية وسط سخط نيابي تعرض له نسور إزاء هذه السياسة. وهو الصخت الذي ألقى بظلاله كذلك على جلسة الثلاثاء التي عُقدت في التاسع والعشرين من ذات الشهر. نفَت السفارة الأمريكية في عمان أن تكون قد حذرت مواطنيها من زيارة منطقتي وادي موسى والبتراء وقالت السفارة على لسان متحدث باسمها لوكالة الأنباء الأردنية إن التنبيه الذي صدر عنها يوم أمس هو ضمن التنبيهات المستمرة لمواطنيها بالابتعاد عن المناطق المظاهرات وليس تحذيرا لهم تسبب انهيار وقع في جدار استنادي في منطقة صويلح بالعاصمة عمان بإخلاء 12 شقة من عمارة مجاورة وانهيار الجدار الذي يبلغ طوله 30 مترا وبارتفاع اربعه امتار وقع بجانب عماره سكنيه مكونه من 24 شقه. الناطق باسم امانه العاصمه عمان المهندس عز الدين شموط قال انه تم اجراء الاخلاء الاحترازي لسكان العماره وتامينهم باماكن اخرى على حساب مقاول اعمال الحفر ومالك المشروع الذي تسبب بانهيار الجدار وتسبب بخسائر ماديه فقط. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الانهيار وقع إثر تجمع مياه الأمطار بجانب المنطقة المذكورة في حين ينتظر أن يخرج تقرير لجنة التحقيق والتي شكلها محافظ العاصمة للوقوف على أسباب هذا الانهيار إذا نتابع أخبارنا حيث أبدى عدد كبير من طلبة الثانوية العامة الذين التقتهم رؤية في بعض المحافظات ارتياحهم من مستوى أسئلة امتحان مادة الحاسوب اليوم على الرغم من شكوى البعض بعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة الزميل جورج برهم يضعنا في أجواء هذا الامتحان في تقريره التالي تقدم طلبة الثانوية العامة في مختلف الفروع الأكاديمية للامتحان في مبحث الحاسوب المستوى الثالث في وقت تفقد فيه وزير التربيه والتعليم محمد الذيبات عددا من المدارس للتاكد من حسن سير الامتحان والالتزام باجراءات الوزاره من حيث ضبط الغش وتوفير البيئه الايجابيه للطلبه واستفسر منهم عن مدى صعوبه الامتحان أذنبات أكد أن عدد المتقدمين للامتحان خلال الأيام الأربعة الماضية بلغ 250 ألف طالب وطالبة وتم ضبط 128 حالة مخالفة لقواعد الامتحان عدد المخالفات التي ارتكبت بمعنى عقوبات فرضت على الطلبة خالفوا قواعد الامتحان في الأربعة أيام الماضية 128 حالة من 250 ألف طالب درسوا جلسوا الامتحانات منهم طبعا جلس مرة منهم جلس أكثر من مرة فهذا رقم لا يذكر إطلاقا يعني عالميا هذا, هذا, هذا الرقم هو مؤشر على جودة الامتحان وعلى جودة انضباط الامتحان وتجولت رؤيا في عدد من المدارس والتقت مجموعة من الطلاب ابدوا ارتياحهم حول الامتحان واصفين اياه بالسهل الامتحان اليوم الحمد لله سهل كثير لدرجة لا توصل لحديث الان الامتحانات زي ما بده الطالب وماشيين مع الطالب ولمصلحة الطالب اليوم الامتحان الحمد لله كويس بس احنا من كنا نشكي من الرياضيات عشان انه صعب امتحان الحاسوب كان سهل سهل كثير فيما اشتكى عدد قليل من الطلاب من صعوبه الامتحان ووجود اسئله بحاجه الى وقت وجهد كبيرين حرام هذا شو هذا وجاي بكل كبرياء على الامتحان بيقول لك الامتحان سهل لا مش سهل الامتحان كم صعب ومش حلو واحنا ما درسنا هيك شيء امبارح يعني اللي درسناه مش مش هيك اجى امتحان النظام ما اعطانا وقت انه ندرسه والماده زخمه وبدها كثير دراسه يعني يا دوب نص يوم بنروح من الامتحان على الساعه واحدة ونص ما معنا وقت انه نخلص الماده كل سنه بيطلع لنا بانماط مش عارفين مش عارفين نجيب الاسئله يعني احنا درسنا كل شيء والماده نفسها والاسئله الوزاريه اه والحق علينا وهو معطينا يوم واحد بس وفي سياق متصل عبر الطلاب في الطفيلة عن ارتياحهم من مستوى أسئلة الامتحان وأكد عدد منهم أن الأسئلة سهلة وتراعي الفروقات الفردية لدى الطلبة وإن الوقت المخصص للامتحان كان مناسبا إضافة إلى أنه لم يكن هناك أي أسئلة من خارج المنهاج كان امتحان ضمن المنهاج وسهل ومراعى جميع الفروق الفردية يعني لكل طالب وكان يعني ضمن المنهاج امتحان مدير التربية علي القرال في محافظة العقبة أكد أن امتحان الثانوية العامة في المحافظة لم يسجل أي حالات خرق للأنظمة بشكل عام أو تجاوزات تذكر واكد حرمان 52 طالبا من التقدم للامتحان بسبب الغياب و361 طالبا بسبب الرسوب المدرسي، فيما ابدى عدد من الطلبه ارتياحهم من الامتحان وانهم لم يتوقعوا ان تكون الاختبارات بهذه السهوله. الاسئله يعني لا هي صعبه ولا هي سهله متوسطه. الوقت كان تمام المراقبين يعني ما شاء الله عليهم ما قصروا معنا بالمره حنسهل سهل ووقته يعني اعطونا وقت كويس للامتحان ساعتين مدته كان وقته كثير منيح يعني الامتحان كافي في اربد اختلفت اراء الطلبه بحسب المسار العلمي منهم من اعتبر الاسئله متوسطه ولم يكن منها ما هو خارج المنهاج فيما شك اخرون من صعوبه الاسئله حيث أجمع الطلبة على أن وقت الامتحان كان كافيا لحل أسئلة الامتحان في صعوبة شوي اه بس منيح كان كثير سهل على عكس المتوقع يعني والأسئلة كانت سهلة وحلوة كثير إن شاء الله أربع أيام مضت على امتحان الثانوية العامة وأراء متباينة من الطلاب حول صعوبة وسهولة تلك الأسئلة إلا أن هناك حقيقة واحدة بأن هذا الامتحان ما يفتح لك الآفاق في المستقبل جورج برهم رؤية تسلم 24 طالبا جامعيا في محافظة الكرك منحا دراسية من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ضمن حملة البر والإحسان وجاء تسليم المنح خلال زيارة سمو الأميرة بسمة بنت طلال للمحافظة اليوم حيث قام سموها أيضا بزيارة مدرسية أو بزيارة لمدرسة الراشدية في ماشية أبو حمور والتقت أسرا عفيفة وزعت الحمل عليهم 500 طرد من المساعدات الغذائية والعينية كما زارت سموها عددا من المراكز التنموية والاجتماعية في المحافظة دائماً يعني بكون فعلاً مطمئنة لما بسمع إنه في ثقة لدى المجتمع الأردني بالنسبة للأمور الإدارية والتنظيمية والتنفيذية للحملة على أساس إنه أي تبرع يعني بيجي للحملة بروح رأساً للمساعدات يعني للمستفيدين من بعد كل البعد عن مثلًا نفقات إدارية أو نفقات أخرى فيعني هذا الإشي بإشراف اللجنة العليا لحملة البر والإحسان أصبح واضح لدى الجميع، ومع مرور السنين صار عندنا شركاء يعني قطاعات بتشارك مع حملة البر والإحسان، لأنه بيعتبروا إنه بالفعل يعني حملة البر والإحسان آلية خليني أقول مدروسة، فعالة، زي ما قلت إلها مصداقيتها بترجمة طموحاتهم وأهدافهم ورغبتهم بالمساعدة إلى أرض الواقع. نشرتنا من رؤية مستمرة لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا <applause> <applause> توتر العلاقات السعودية الايرانية الذي وصل الى حد قطع العلاقات التجارية بين البلدين فضلا عن السياسية تعدى ذلك والقى بظلاله على ملفات الاقليم وتحديدا السوري واليمني التفاصيل في تقرير احمد النعيمي الاعتداءات على البعثات الدبلوماسيه السعوديه في ايران تحولت الى كره ثلج، سرعان ما اتسعت الى قطع العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين المتازمه اصلا، كما تبعتها تطورات وتداعيات لم يكن اخرها استدعاء وزاره الخارجيه الكويتيه سفيرها لدى طهران، من جهته ادان مجلس الامن الدولي الاعتداء على السفاره والقنصليه السعوديتين في ايران، وذكر مجلس الامن طهران بالاتفاقيات الدولية والمبادئ المنصوص عليها المتمثلة بعدم انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو الانتقاص من كرامتها. ودعا اعضاء مجلس الامن جميع الاطراف للحفاظ على الحوار واتخاذ خطوات لتخفيف حده التوتر في المنطقه وفي محاولة لامتصاص الغضب السعودي والأممي من عواقب اقتحام المقر الدبلوماسي السعودية، تقدمت طهران برسالة اعتذار لمجلس الأمن عن تلك الاعتداءات، موضحة أنها لن تدخر جهدا لتوقيف وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء، والتي وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها غير مبررة. الرياض وعلى لسان سفيرها لدى الامم المتحده عبد الله المعلمي رفضت رساله طهران الاعتذاريه للمجلس وطالبتها بتعهدات بعدم تكرار ذلك، وبين السفير السعودي ان قطع العلاقات مع ايران لن يؤثر على مشاركه بلاده في الجهود المبذوله لانهاء الصراع واحلال السلام في سوريا واليمن، انقره التي اخذت علاقاتها مع الرياض تتطور بوتيره عاليه بالرغم من تقاطع العلاقات في بعض الملفات الاقليميه عبرت عن قلقها ازاء تصاعد التوترات بين الرياض وطهران ودعت طرفي الازمه الى الهدوء والعوده للحوار الدبلوماسي وفي مسعى اممي لتطويق الازمه وخوفا من تبعاتها على الجهود الراميه لايجاد حل لازمتي سوريا واليمن اوفد الامين العام للامم المتحده المبعوث الدولي ستيفن ديمستورا الى الرياض وبعدها الى طهران لتقريب وجود النظر بين البلدين الخارجية الأمريكية بوصفها أحد عرابي مفاوضات السلام السورية دعت إلى تخفيف التوتر لمصلحة الملف السوري مستبعدة أن تلعب دور الوسيط بين البلدين وبناء على طلب الرياض يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأحد المقبل في القاهرة لمناقشة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية الداخلية حسب ما قال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بنحلي. العلاقات السعودية الإيرانية والتي قطعت للمرة الثالثة بين البلدين لم تكن سمنا على عسل على مر الأيام بل لطالما شابتها عوامل الفتور والاحتقان زعامة المنطقة والعالم الإسلامي هي الخيط الرفيع الرابط بينهما فمن سيتمكن بالنهاية من الإمساك بطرفي الخيط نجا محافظا او محافظا مدينتي عدن ولحج من محاوله اغتيال بسياره مفخخه استهدفت موكبهما في حي ما بعدن واسفرت عن مقتل احد المرافقين واصابه ثمانيه اخرين ووقع الهجوم بعد خروج المسؤولين اليمنيين من اجتماع امني عقد في منطقه لبريغا يذكر ان هذه ليست المره الاولى التي يستهدف فيها مسلحون محافظ عدن إذ تم اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد في كانون الأول الماضي في انفجار استهدف موكبه منطقة التواهي جنوب اليمن الله الأمن ندري من موكب محافظ ولا مدير الأمن أو غيره نحن بعد إشارات من أحد المسلحين من فوق الشبح أشرنا بالنزاح من الخط ثم نزاح الخط نمشي خلف الخط مباشرة بحدوث انفجار قوي هز المنطقة ثم أدى إلى طيران سيارة در... ضد الرصاص سيارة من كان الله أعلم من المدير 2010 تقريبا اثارت مشاوره اسرائيليه حول مصير السلطه الفلسطينيه غضب وزاره خارجيتها التي حذرت مما سمته النوايا الاسرائيليه الخبيثه وقالت الوزاره ان وسائل اعلام عبريه تناقلت في الاونه الاخيره تقارير تفيد بان الحكومه الاسرائيليه تجري منذ شهر تشرين الثاني الماضي سلسله من المشاورات الامنيه والسياسيه حول امكانيه انهيار السلطه الفلسطينيه محمله الحكومه الاسرائيليه المسؤوليه الكامله عن التدهور الحاصل في الاوضاع على الساحه الفلسطينيه. شيع الاف الفلسطينيين في القدس المحتله اليوم جثمين ثلاثه شهداء كانوا محتجزين لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ عده اسابيع فيما لا يزال 11 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال. مزيد من التفاصيل مع نبال فرسخ. تلك مشاهد وداع عائله لطفلها الشهيد. والدة الشهيد اسحاق بدران ابن الستة عشر ربيعاً تتمنى أن تطول الدقائق الأخيرة التي تجمعها بابنها البكر والوحيد بين أربع شقيقات أما أخته فهي تعجز عن أن تفتح عيونها لتودع جثمان شقيقها وهنا عم يجاهد على كرسيه المتحرك ليطبع قبلة أخيرة على جبين ابن شقيقه الله يرحمه ويرضى عليه رب <تصفيق> <تصفيق> الله يرضى عليه يا ربي ويرحمه يا ربي <applause> يا رب كثير جو حلو كان كل الجو إله كل إشي كل إشي ودخلته على الدار وبوس لأيدي كل يوم ببوس إيدي بصبح علي بمسي علي لم تغمض لهم عين ليلا ولا نهارا على مدار حوالي تسعين يوما وهم يترقبون على اعصابهم عوده جثامين ابنائهم المحتجزه فجر اليوم سلمت سلطات الاحتلال ثلاثه شهداء مقدسيين شرط دفنهم خارج اسوار القدس هنا في بلده كفر عقب شمال القدس شيع جثمانا الشهيدين اسحاق بدران واحمد قنيبي البالغ ثلاثة وعشرين عاما كثير صعبين كثير احنا يعني معلقين في شيء ماخذين اشي منا من من جسمنا كانه ماخذين إشي وما صدقنا ويسلمونا والحمد لله رب العالمين كل ما يشوفني موسيقي كل ما يشوفني قبل كل ما يشوفني شو بدك يا تاتا كل شافني زعلانه مالك يا تاتا شو مزعلك يا تاتا كثير كثير حنون هكذا انتفض مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة الألاف شاركوا في جنازة تشيع الشهيد محمد علي ابن التسعة عشر عاما وهو الابن البكر لهذه الأم الصابرة التي صنعت من الألم قوة اليوم بالنسبة لي أنا ما فيش مجال في قلبي للحزن انا اليوم يعني كاني متلقي خبر ابني طالع من الاسر والحمد لله احنا لم نخضع للاحتلال والحمد لله يعني شيعنا اولادنا بالنهار وزفات مشرفه ادعو الاسرائيليين لان يشاهدوا هذا المشهد المهيب عشرات الالاف بل كل القدس وكل المخيمات تجمعت لتشييع هذا الجثمان فحتى لو احتجزوه تسعين يوما لن يستطيعوا أبدا منع الناس ومنع الشعب الفلسطيني من وداعه اليوم تحطمت سياسة المحتل التي راهنت على أن احتجاز جثامين الشهداء ينتقص من جنازاتهم في مشهد تقشعر له الابدان عشرات الالاف شاركوا في تشييع شهداء مدينه القدس ولازال الفلسطينيون يناضلون لاسترداد ما تبقي من شهداء المدينه المقدسه لتشييعهم في جنازات مهيبه تغيظ العدو من بلده عناد قضاء القدس المحتله نبال فرسخ مع بداية عام 2016، ما تزال الأراضي الفلسطينية تعاني الكثير من مظاهر العنف والدمار على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع بداية أحداث انتفاضة القدس الثالثة مطلع تشرين الأول الماضي. التقرير التالي يلخص أبرز الأحداث والانتهاكات الاحتلالية خلال العام الماضي. بدون اي انجاز سياسي فعليا يذكر على ارض الواقع وباحداث زخمه كللت برد اعتبار لكرامه الشعب الفلسطيني الذي خرج من تلقاء نفسه مع ان ثمنها كان غاليا بدموع ذرفت على شهداء ارتقوا نوجز ابرز ما جرى من مجريات في ارض فلسطين المحتله والتي بدات بانضمام فلسطين لمحكمه الجنايات الدوليه لتوثيق جنون الانتهاكات الاسرائيليه اقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقديم استقالته من اللجنه التنفيذيه اضافه لتسعه من اعضاء المنظمه حيث دعا الى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لاعاده تشكيل المنظمه ومن احداث المستوى السياسي خطاب الرئيس عباس ورفع العلم الفلسطيني على جميع مقرات الامم المتحده، واعلانه عن عدم التزامه بالاتفاقيات الموقعه مع الجانب الاسرائيلي لاختراقها جميعها من قبل الاحتلال. نحن ملتزمون بكل كلمه، بكل كلمه قلناها هناك. لنعمل عليها هنا وبالتزامن مع كل ما كان يجري لم تتوقف الاقتحامات يوما واحدا طوال العام وتصاعدت تدنيسات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى باستفزاز اقتحام كبار المسؤولين المتطرفين له مشاهد الاحتقان والاعتداءات على المرابطين المبعدين باتت يومية عند بوابات الأقصى التي أغلقت بوجه المصلين واحتجزت المتاريس العسكرية هوياتهم ومنعتهم من دخول حرمهم القدسي بهذا الوقت كانت سلطات الاحتلال قد طبقت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وحظرت المرابطات باعتبارهن يندرجن ضمن المنظمات المنظمات الإرهابية وأصدرت قائمة سوداء بأسماء الممنوعات من دخول الأقصى عائلة الدوابشة وحرقها من قبل المستوطنين فقد حرقوا المنزل وصاح رماد الذكريات وحرقوا الأسرة واختنقت الصورة لسماع نواح العذابات وحرقوا علي حرقوا الوطن ودفن الرضيع في كفن تيتم أحمد وبقيت الحروق تبكي فرحته بالعاد حوله فهو محتاج لحضن مات معي تمادى الظلم واستشرس الجلاد فعزم الرد وأسكت الصمت ودوى فأعلن عن عملية فدائية في مستوطنة إتمار ومقتل مستوطنين زمن الرضوخ قد ولى، وذل السكوت عن الحق حق الدفاع عن شرف الأقصى الذي اغتصب. الرجولة الفلسطينية عن السكوت لم ترضى. الرجولة هي مهند الحلبي الذي ثأر للأقصى وانتقم لحرائره وطعن. طعن وفجر انتفاضة القدس اليتيمة والعفوية والتي أرعب جيلها الفتي وهز عرش الكيان الاحتلالي وتوالى تسجيل البطولات بالحجر والمقلعة بالسكين والدهس رخصت الأرواح فداء لفلسطين زينة صندوق رؤيا في ظل التصريحات الأخيرة لحارس مرمى المنتخب الوطني عامر شفيع حول تراجعه عن قرار اعتزاله لكرة القدم، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات المرحبة بعودة شفيع إلى الملاعب، نستعرض تاليًا مجموعة من هذه التعليقات. تفاعل واضح شهدته مواقع التواصل الاجتماعي. عند إعلان حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات الكابتن عامر شفيع العدول عن قرار الاعتزال الذي صرح به عقب خسارة فريقه أمام فريق البقعة في دور المحترفين لكرة القدم شفيع حل ضيفا على برنامج اكسترا تايم الرياضي على شاشة رؤية وذكر أن الجماهير الأردنية كافة كانت سببا في عودته للملاعب يوسف لبلوي غرد عبر تويتر فيع فيع بنحبك يا شفيع أما أحمد شيخ الكردي كتب تغريدة امتدح فيها نصيحة شفيع للجميع بأداء الصلاة قائلا فيها أن تنتهي حلقة إكسترا تايم على قناة رؤيا بنصيحة للجماهير الأردنية بالصلاة فهذا شيء كبير ونفخر به من مشجع فيصلاوي أفخر بك يا عامر شفيع أحمد أبو بكر كتب على صفحة رؤيا الرياضية بصراحة عامر شفيع حارس كبير بصراحة حارس رائع بصراحة بحبه كثير عدي الغزاوي كتب لشفيع شفيع أنت لست كأي لاعب ولست ملكا لأي نادي فقدرك اختارك لتمثيل وطن وأنت عندما تمثل الوطن فواجبك أصبح إجباري وقرار اعتزالك مرفوض شفيع أنت حامل عرين وأنت الحوت الذي تغلغل في قلب كل الأردنيين ورحيلك ليس بيدك فخادم الوطن يكرس حياته للوطن وأنت خير حامل لهذا العرين وبحسب استطلاع رأي عبر تطبيق شارك الخاص ببرنامج اكسترا تايم الرياضي اجاب 55% من المشاركين في الاستطلاع بانهم يؤيدون خوض عامر شفيع تجربة الاحتراف خارج الاردن بينما اجاب 45% بانهم يرفضون فكرة احترافه كان امني حياتي بصراحة اني احترف لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل هاي ارزاق من عند رب العالمين ولازم الواحد دائما يتقبل هذا الاشي لانه دائما كل واحد مكتوب رزقته وين موجود وين راح يكون وين راح يلعب